وملي كملوا تقريبا ساعة ديال قراءة القرآن، هنا الدار غادي يبداو يوقعوا فيها شي حوايج اللي غريبين. هذوك المصابيح اللي كانوا في الدار بداو كيشعلوا كيطفاو غير بوحدهم، زائد بداو كيحسوا باللي معاهم شي واحد في البيت، يعني بحال معاهم شي اشخاص كيدوروا عليهم. وانتوما ما غاديش تدخلوا في هذا الشيء نهائيا، والا المصير ديالكم غادي يكون هو الموت. اما بالنسبه لهذاك المنزل اللي بقيتوا كتقراو فيه القران هذه المده الطويله، غير كونوا هانين، فراه هذاك المنزل ديالنا حنا والملك ديالنا، وحنا ما هما الا امم امثالكم، فرجعوا ادراجكم تكونوا سالمين. السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كلكم بخير ولا خير ومرتاحين. اليوم الخوت جبت لكم واحد القصه اللي انا متاكد انها غادي ترعبكم ديال بصح. فاش كنت كنقرا فيها وكنبحث فيها جاوني هذوك الاحداث ديالها في قمه الرعب والغموض، والقصه على حسب ما كيعاودوا راها حقيقيه ووقعت في واحد الدوله عربيه اللي هي تونس. القصه لقيتها في واحد المنتدى، والكاتب اللي نشرها ذكر الاسماء الحقيقيه ديال الشخصيات اللي فيها، وذكر حتى الاماكن كاملين فين طراو الاحداث. صراحه الخوت ملي كنت كنقرا فيها كنت كنستمتع بالاحداث اللي فيها، يعني فيها واحد الاحداث اللي مشوقه ديال بصح، وقلت والله حتى غادي نعاودها لكم حتى نتوما، لكن الخوت بغيتكم نتوما اللي تحكموا واش حقيقيه ولا لا. المهم باش بلا ما نزيد نطول عليكم مازال اكثر، جيبوا حداكم شي قهيوه ولا شي اتاي باش تشدوا السطون، سيروا لشي بلاصه ترونكيل وكان كونوا فيها بوحدكم، وعيشوا معايا الاحداث ديال هذه القصه الرائعه اللي غادي نعاود ليكم. القصة ديالنا غادي تبدا في تونس، وبالضبط في مدينة المحمدية التونسية. هاد المدينة هادي كان فيها واحد الإمام ديال واحد المسجد اللي معروف بزاف، ومعروف في هذيك المنطقة اللي فيها، واللي الاسم ديالو الشيخ البغدادي عبد المجيد. هاد السيد هذا كان الإيمان ديالو بالله قوي، كان متواضع مع كاع الناس اللي كانوا كيجيو لعندو باش يستفسروه في الأمور الدينية اللي كتخص الحياة ديالو. هاد الشيخ هذا الخوت هو اللي كيعاود لينا في الأحداث ديال هاد القصة كاملة اللي وقعات، يعني غادي نعاودها لكم على اللسان ديالو. واحد النهار الشيخ البغدادي كان جالس ما به ما عليه، حتى غادي يتواصل معاه واحد الاسره اللي ساكنين في ضواحي ديال مدينه المحمديه التونسيه. غادي يتواصلوا معاه وغادي يطلبوا منه باش يجي لعندهم للمنزل فين ساكنين، وهذا الشيء غير باش يدير لهم الرقيه الشرعيه، حيت كيشكوا ان المنزل ديالهم كيطراو فيه بزاف ديال الاحداث اللي غريبه وغامضه، وشاكين ان المنزل ديالهم مسكون بالجن. داكشي باش استدعاو هاد الشيخ البغدادي باش يشوف شنو غادي يدير تماك، وكيف ما كنعرفو ما بقى عندهم حتى شي حل من غير انهم يلتجؤوا للرقيه الشرعيه. الشيخ البغدادي ملي شاف الحاله ديالهم النفسيه والحزن اللي كيحسوا به ما ترددش ثانيه وحده انه يعاونهم، وغادي يطلب من واحد الصديق ديالو اللي كان مقرب ليه باش يمشي معاه ويرافقه. هاد الصديق ديالو سميتو الشيخ الجريدي، غادي يطلب منه باش يرافقه لهذاك المنزل، وقال ليه يلا معايا نشوفو نيت هذاك الدار واش بصح فيها الجن او لا هذوك الناس غير كيتخيلوا. المهم هذيك الساعه غادي ياخذوا من عندهم العنوان والموقع ديال الدار، وغادي يطمئنهم باللي من هنا لنصف ساعه غادي يكونوا عندهم. وبالفعل داكشي اللي كان غادي يمشيو للبلاصه فين نعتوا ليهم، وملي وصلوا للزنقه فين كاين المنزل غادي يلقاو واحد الدري صغير اللي العمر ديالو 18 سنه جالس قدام الباب وكيتسنى فيهم. غادي يسلموا عليه السلام ولدي السلام، وغادي يدخلوا للدار. هنا في الحقيقه ملي دخلوا لهذاك المنزل لقاو باللي الحاله ديالو ضعيفه بزاف، يعني كتبان انها من هذوك الديور اللي قدام بزاف وتبناو شحال هذا، الحيوطه كلهم مقشرين والسقف فيه الغموليه، يعني كتبان في واحد الحاله يرثى لها، لدرجه هذاك المنزل كيحسوا به في اي لحظه يقدر يريب عليهم. في الحقيقه هنايا الشيخ البغدادي والصديق ديالو الشيخ الجريدي ملي شافوا هذاك المنزل هكاك تصدموا، لكن مع ذلك ما بغاوش يبينوا للناس اللي تما، يعني ما بغاوش يحرجوهم، واللي في الحقيقه كانوا كيبانوا واحد الناس اللي الحاله الماديه ديالهم ضعيفه بزاف وربي اللي عالم بيهم. المهم اللي قالوا بسم الله ودخلوا للدار غادي يلقاو الام جالسه في واحد البلاصه وكتسنى فيهم. كان حداها ولدها الكبير اللي العمر ديالو تقريبا 27 سنه، لكن هذاك الولد كان جالس حداها ورابط عليه يديه ورجليه بالسلاسل، وهذا الشيء كامل غير باش ما يتحركش وما ينوضش من تماك. هنا في الحقيقه الشيخ البغدادي تصدم وقال لها ياك ما كاين باس لالا، علاش هاد الدري جالس هنا ومربوط بحال هكا شنو كاين؟ الام غادي تجاوبو غادي تقول ليه غير جلسوا بعدا ارتاحوا مرحبا بكم وانا غادي نعاود لكم القصه كامله. وبالفعل داكشي اللي طرا غادي جلسوا في البيت اللي كان مفرش بواحد الحصير اللي الحاله ديالها كتبان انها قديمه، كانت واحد الطبله ديال الخشب اللي صغيره الوسط. الام غادي تجيب لهم الماء وجلسات مقابله معاهم،
الشيخ البغدادي غادي يسول غادي يقول لها واش ما كاينش الزوج ديالك. السيده غادي تجاوب بواحد الحزن وغادي تقول ليه الزوج ديالي توفى هادي تقريبا شي 20 سنه، وقالت ليه بلي انا هي المعيله الوحيده لهاد العائله، يعني انا اللي هزاها. في الحقيقه هنايا الشيخ البغدادي والصديق ديالو بقاو فيهم بزاف، خصوصا انهم فقراء وعلى قد الحال، يعني حركوا لهم المشاعر ديالهم وقرروا انهم يتكفلوا بهم. الام بطبيعه الحال عجبها هادشي بزاف وشكراتهم على هاد الفعل اللي داروا، وهنا بدات كتعاود لهم في القصه والتفاصيل اللي وقعوا، وبدات كتعاود لهم بالضبط شنو كيوقع عندهم. قالت لهم باللي الابن ديالها الكبير كان عزيز عليه ديما يخرج يتمشى في الليل، واخا في الحقيقه كانت هي ديما كتحاول تمنعه وكانت ديما كتقول ليه لا، لكن هو كان كيدير داكشي اللي قال ليه راسه. كان كيعجبو يخرج بالليل وبالاخص يمشي يدير دويره في الخلا، وبالضبط في واحد الخلا اللي كان قريب ليهم ما بعيدش بزاف. ولدها غادي يبقى على هذا الحال حتى لواحد الليله اللي مشى فيها وما بقاش رجع. من مورا هذيك الليله غادي تفيق الام في الصباح وبدات كتسول عليه الاصدقاء ديالو، الجيران، الناس اللي تما، سولات كل شيء لكن حتى شي واحد ما شافه. غادي يدوز على الاختفاء ديالو تقريبا شي اسبوع، يعني حتى فقدت الامل وقالت صافي يمكن طرات لي شي حاجه. هنا غادي تصدم باللي دقوا عليها شي ناس في الباب وجابوا ليها الدري ولدها. جابوه ليها وقالوا ليها باللي راه لقيناه مليوح في واحد الخلا وكانت الحاله ديالو يرثى لها. ملي سولاتهم فين لقاوه بالضبط قالوا ليها لقيناه حدا واحد الكهف اللي كاين في هذيك الغابه اللي حداكم. للاسف الحاله ديالو كانت صعيبه بزاف وكان غير كيدخل وكيخرج في الهضره، ونقدروا نقولوا ما بقاش واحد الانسان اللي عاقل ولا عدواني بزاف ولا باغي غير يضرب بالحجر، يعني من الاخر تسطم. الام بطبيعه الحال في الاول كانت باغا تنقضوا من هذا الشيء اللي ولا فيه، ما خلاتش فين داته، وخا مسكينه الحاله الماديه ديالها ضعيفه، لكن تقاتلات حتى عيات في الاخر ما لقات حتى شي حل. ما لقات حتى شي حل من غير انها غادي تجلس وحداها وتربطوا بالسلاسل باش ما يديرش شي كارثه اللي كبيره. لكن الغريب في الامر في هذا الشيء كامل هو بالضبط ملي جا ولدها ورجع للمنزل، من تماك فين غادي يبداو الاحداث المرعبه والغامضه، غادي يبداو واحد الاحداث اللي خطيره في المنزل. ولات كتشوف شي ناس اللي غرباء في قلب دارها. في الاول كان كيصحاب ليها باللي غير اللصوص ودخلوا باش يشفروها، لكن الشكل ديالهم كان غريب بزاف ومرعب، وحتى ملي كتبعهم وكتبدا تغوت عليهم كيختفاو وكيغبر لهم الاثار. وهنا الامر بدا كيتطور اكثر واكثر، بعد المرات كيكونوا جالسين ما بيهم ما عليهم حتى كيبداو يسمعوا الخبيط في الحيط وكان شي واحد كيدق عليهم، مع العلم انهم هما اللي ساكنين في ديك البلاصه. وبعد المرات كيبداو يسمعوا الهضره ولا شي واحد كيدوي في البيت الاخر. لكن البلان اللي صدمهم بزاف هو ملي كتحط الماكله كتلقى في هذيك الماكله الوسخ والنجاسه، مع العلم ان الماكله اللي كطيب هي نقيه. هذيك الماكله كتكون خارجه منها واحد الريحه اللي خايبه بزاف وكانها الريحه ديال الواد الحار. الحقيقه هذا الشيء كثر عندهم بزاف، ولاو كيوقعوا شي امور اللي غريبه واللي عمرهم ما شافوا بحالها في حياتهم. وبحكم الظروف الماديه الصعيبه اللي كانوا عايشين فيها فما كان عندهم حتى شي حل من غير انهم يتعايشوا مع هذاك الشيء اللي كيطرى. هنا في هذه اللحظه هذه الام فاش كانت كتعاود ليهم غادي قاطعها الابن ديالها الصغير، غادي قاطعها وغادي يبدا هو يعاود ليهم شنو وقع عليه وشنو شاف، وبدا كيعاود للشيخ البغدادي والصديق ديالو. وعلى حسب ما كيعاود هذاك الدري قال ليهم بلي واحد النهار من مورا ما صلى صلاه المغرب غادي يخرج من هذاك البيت ديالو وتم غادي للكوزينه باش يشرب واحد الكاس ديال الماء، لكن هنايا غادي تصدم بهذاك المنظر اللي شاف في الكوزين. غادي تبان ليه واحد المشه كحله ناعسه في الارض، لكن اللي تار انتباه ديالو هو هذيك الطريقه كيفاش ناعسه. تخيل معايا شافها مكمشه وراسها خاشيه في الجسم ديالها، يعني راسها ما كيبانش، ناعسه وخاشيه راسها في الجسم ديالها، كيفاش كتنفس الله اعلم. الدري بطبيعه الحال مع هذيك الخلعه مع هذيك الصدمه اللي شاف ما فهم والو، غادي يهز واحد الشطابه كانت حداه وغادي يضربها. في هذيك اللحظه المشه غادي تفيق وغادي تهرب، لكن ملي تبعها هو ما غاديش يلقى الاثار ديالها. المهم هذاك الدري كيعاود لهم باللي كمل النهار ديالو بخير وعلى خير حتى غادي يوصل الليل. وهنا ملي شد بلاصتو باش ينعس غادي يحلم واحد الحلمه اللي غريبه، لكن هذيك الحلمه كانت بحال الواقع وكانها حقيقه 100%. غادي يحلم براسو باللي عاوتاني صلى صلاه المغرب وخرج من البيت ديالو وتم غادي للكوزينه، يعني تقريبا غادي يحلم بنفس داكشي اللي طرا ليه في النهار ديالو. لكن العود اللي غادي يحلم بهذيك المشه السوداء اللي لقى في الكوزينه لا، هنا غادي يحلم باللي واحد الراجل لابس الكحل يديه طوال بزاف وهاز واحد العصيه الكبيرة. هذاك الراجل كانوا الملامح ديالو كيخلعوا وما تقدرش تشوف فيه، وتخيل معايا هذاك الراجل كان ناعس في نفس المكان اللي كانت ناعسة فيه هذيك المشة.
هذاك الراجل غادي يدوي معاه بواحد الصوت اللي كله رعب، وغادي يقول ليه علاش ضربتيني ملي كنت ناعس. غادي يهز هذيك العصا ديالو وغادي يضربو لوجهه. تخيل معايا هنا الدري كيعاود ليهم باللي هذيك الضربه اللي حس بها كانت قاصحه بزاف لدرجه انه غادي يفيق من هذاك الحلم اللي كان فيه. لكن هنا الخوت غادي تكون صدمه، غادي يلقى راسو بصح مضروب فمه وكيخرج منه الدم وسنته طايحه. يعني هذيك الضربه اللي حلم بها في الحلم ما كانش غير حلم فقط، لا انما كانت حقيقه. ومن الحوايج الغراب اللي طراو عاوتاني في هذاك المنزل هو انه واحد النهار كان ناعس بوحدو في الدار ما عليه ما بيه، حتى سمع شي واحد كيعيط ليه بالاسم ديالو بالجد وكيدق في الباب. غادي يفيق من بلاصتو غادي يمشي نيشان غادي يحل الباب، لكن غادي يتفاجئ بلي ما كاين حتى شي واحد. قال مع راسو يمكن غير شي صاحبو عيط ليه ودق الباب وملي ما حلش عليه دغيا يكون مشى. غادي يرجع لبلاصتو باش يكمل نعاسو، لكن عاوتاني غادي يسمع الدقان في الباب. هاد المره غادي ينوض بالزربه باش يحل الباب يشوف شكون، لكن عاوتاني غيتصدم ما غيلقى حتى شي واحد. في الحقيقه هادشي خلعو بزاف وجلس في بلاصتو وبقى غير جالس ومصدوم. غادي يسمع عاوتاني الدقان، والوقيت اللي كان غادي باش يحل الباب يشوف شكون هاد المرة غادي يسمع شي واحد كيعيط ليه بسميتو من بيتو اللي كان فيه. ملي رجع لبيتو بالزربة باش يشوف شنو واقع وشكون كيعيط ليه، غادي يسمع هداك التعياط جاي من واحد الماريو حداه. هنا صافي قلبو بدا كيضرب بالشد وما عرف شنو غادي يدير، واش يهرب ولا يبقى في الدار. المهم داخ، وفي هذيك اللحظة اللي هو مخلوع وما عرف شنو يدير، واش يهرب ولا يبقى ما تلف ما عرف شنو يدير، هنا غادي يخرج ليه واحد المخلوق اللي صلح. الراس ديالو ما فيه حتى شي شعر، كله عريان الا العوره ديالو اللي كانت مغطيه بواحد الشعر اللي كتيف. هذاك المخلوق كان خارج من الماريو وكيتمشى على يديه ورجليه بزوج. هنا الدري غادي يخرج من الدار بواحد السرعه اللي ما تخيلوهاش، خرج كيجري وكيغوت ربي اللي خلقه. غادي يتجمعوا عليه كاع الناس والجيران اللي كانوا تما وكل شيء بدا كيهدن فيه. غادي يدخلوا للدار باش يقلبوها لكن ما لقاو فيها حتى شي حاجه. الام ديالو داك الساعه ما كانتش في الدار، لكن ملي رجعت وعاود ليها شنو واقع وشافت الناس وهكاك، يعني قالت باللي ضروري خاصني ندير شي حل. وهنا غادي يلتجئوا للرقيه الشرعيه، وهذا الشيء علاش عيطوا للشيخ البغدادي. هنا في الحقيقة الخوت الشيخ البغدادي والصديق ديالو الشيخ الجريدي موالفين كيديروا الرقية الشرعية، موالفين كيتصادفوا بزاف الأمور كتعلق بالجن، لكن ملي عودت ليهم مولات الدار هادشي كامل اللي وقع تخلعوا شوية. يعني جاهم هادشي بحال إلا كبير وبحال إلا كيتعاملوا مع شي حاجة اللي كبيرة، لكن مع ذلك الإيمان ديالهم بالله كان قوي، تمكنوا من هذاك الخوف ديالهم وقالوا بسم الله توكلنا على الله. المهم غادي يبداو هذيك الساعه في تلاوه الرقيه الشرعيه، وبقاو كيقراو القران تقريبا لمده ديال ساعه. وملي كملوا تقريبا ساعه ديال قراءه القران، هنا الدار غادي يبداو يوقعوا فيها شي حوايج اللي غريبين. هذوك المصابيح اللي كانوا في الدار بداو كيشعلوا كيطفاو غير بوحدهم، زائد بداو كيحسوا باللي معاهم شي واحد في البيت، يعني بحال معاهم شي اشخاص كيدوروا عليهم. لكن واخا هكاك الايمان ديالهم قوي وكاع ما جاهم الخوف، ما غاديش يحبسوا من قراءه القران حيت كانوا عارفين باللي الجن اللي كاين تماك باغي غير يخوفهم. غادي يكملوا قراءة القرآن الكريم في وسط هذاك الظلام حيت المصابيح كلهم طفاو. غادي يكملوا كيقراو حتى لواحد اللحظة الضوء ديال البيت غادي يرجع وغادي يشعلوا كاع هذوك المصابيح. لكن هنايا الخوت غادي تكون واحد المفاجأة اللي في قمة الرعب، غادي يتفاجئوا بداك الشيء اللي شافوه بعينيهم. غادي يلقاو الآثار ديال الرجلين بحال شي واحد كيتمشى في السقف ديال المنزل، وهذا الآثار هذا اللي في السقف كانت خارجة منه واحد الرائحة اللي نجسة، ونقدروا نقولوا هذه الرائحة كانت مخلطة بواحد الرائحة ديال القطران، لكن الريحة ديالها كانت خانزة بزاف وما قدروش انهم يستحملوها. هنا الشيخ البغدادي والصديق ديالو غادي يجمعوا الوقفة وغادي يعرفوا باللي هذه القضية كبيرة بزاف. غادي يطلبوا من الأم انها تخوي الدار هي والابن ديالها الصغير وتمشي عند شي واحد كتعرفه، لكن تخلي معاهم هذاك الدري الكبير اللي مربوط بالسلاسل تخليه معاهم تماك حيت قالوا ليها راه غالبا غادي يكون ممسوس. يعني قالوا ليها غير سيري كوني هاني عليه، راه حنا غادي نتكلفوا به وان شاء الله غادي نخرجوا هذاك الجن اللي فيه، زائد غادي نطردوا هذا الجن اللي كاين في هذا المنزل. الام في الحقيقه جاتها صعيبه بزاف انها تخلي ولدها بوحده، لكن ما كان عندها حتى شي حل اخر من غير انها تصبر وتقبل المساعده ديالهم. المهم الشيخ البغدادي والصديق ديالو غادي يرجعوا للمنازل ديالهم هذيك الليله، يعني يرجعوا باش يرتاحوا، واتفقوا على انهم غادي يرجعوا لهذيك الدار المسكونه الغد ليه في الصباح مورا صلاه الفجر. وبالفعل داكشي اللي كان غادي يمشيو لهذاك المنزل مورا صلاه الفجر، وكانوا مسلحين بالماء ديال الرقيه وحتى القران الكريم. غادي يجيبوا شويه ديال الماكله لهذاك الدري اللي بقى في المنزل، لكن ما بغاش ياكل حتى شي حاجه وكان غير كيغوت ربي اللي خلقه بحال الا كيشوف شي وحدين كيدوروا حداه. هنا الشيخ البغدادي غادي يرش الماء ديال الرقيه على الدار كامله، وطلب من الصديق ديالو يبدا يقرا في ايات القران
ديال طرد الجن والشياطين. الشيخ ديالنا غادي يحاول يشرب من الرقيه لهداك الدري بزز، لكن الدري ما بغاش والو، لكن ملي ما بغاش غادي يبدا يقرا عليه في القران الكريم والرقيه الشرعيه. حتى لواحد اللحظه غادي يتفاجئ باللي بدا كيسمع فواحد الصوت ديال الغوات. المشكله هاد الصوت منين جاي؟ جاي من القاع ديال المنزل. غادي يهبط على ركابيه بزوج وغادي يحط ودنيه على الارض، وهنا بدا كيسمع في تهديدات شي واحد كيقول ليه باللي الا ما خرجوش من هاد الدار غادي يموتوا بجوج. لكن طبيعه الحال الشيخ البغدادي قام يتسوق لهاد التهديدات كامله وكمل في القراءه ديالو. غادي يدوز شويه ديال الوقت حتى غادي يبداو يسمعوا عاوتاني الصوت ديال الضحك والاستهزاء. يعني طيله قراءه القران وهما كيسمعوا اصوات ديال البكاء ديال الضحك ديال الاستهزاء غير باش يشتوا ليهم الانتباه ديالهم. لكن مع ذلك الشيوخ ديالنا بجوج غادي يتحكموا في الغضب ديالهم وفي الخوف ديالهم. غادي يكملوا في القراءه ديال القران واحد المده اللي طويله، وسبحان الله ربي عطاهم واحد الصبر وواحد القوه اللي كبيره. لكن واحد اللحظه غادي يضطروا انهم يوقفوا قراءه القران، حيت ملي داروا وشافوا في هذاك الولد اللي كان مربوط تماك لقاو كيخرج من الفم ديالو خيوط بيضاء مطاطيه وحتى كميات كبيره من الشعر. يعني الدري كان كيرد في شي حوايج اللي غريبين وماشي طبيعيين، بقى كيرد في النجاسه من الفم ديالو حتى ولاو كيحسوا باللي الا كملوا في القراءه ديال القران يقدر الدري يتخنق. وهنا بطبيعه الحال قرروا انهم يوقفوا هذيك التلاوه حتى يشوفوا هذاك الدري مات. المهم غادي يدوزوا ليام وليام، والشيخ البغدادي والصديق ديالو كانوا كيمشيو كل نهار باش يقراو القران في هذاك المنزل. يعني حتى لهنايا مازال ما طردوا داكشي اللي فيه، وفي كل مره كانوا كيتصدموا بشي احداث اللي غريبه ومرعبه واللي في الحقيقه ما بغاش تسالي. هنا في الحقيقه غادي يعرفوا غادي يتيقنوا باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. يعني القضيه فيها ان ميمكنش هاد المده كامله وهما كيديروا في الرقيه وكيقراو القران وتا حاجه ما تبدلات. يعني قالوا بالضبط يمكن يكون شي سر اللي احنا ما عارفينوش، وهذا السر هو اللي مخلينا اننا ما نقدروش نخرجوا الجن ديال هذا المنزل. لكن مع ذلك كاع ما تخلاو على الهدف ديالهم وكملوا هذاك الشيء اللي بداو في الاول. واحد الليله كان الشيخ البغدادي ناعس في المنزل ديالو، وهنا غادي يحلم واحد الحلمه اللي غريبه. غادي يحلم براسو باللي دخل لواحد الكهف مظلم ومضيق بزاف بحال الضيق ديال القبور. الشيخ ديالنا كان كيحس براسو مخنوق وفيه واحد العطش اللي رهيب. الغد ليه ملي صبح الصباح وتلاقى مع الصديق ديالو الشيخ الجريدي غادي يعاود ليه هاد الحلمه الغريبه اللي حلم بها. لكن هنا الخوت غادي يتفاجئ باللي الشيخ الجريدي حتى هو حلم بنفس الحلمه تماما. في الحقيقه غادي يتفاجئوا بهادشي اللي وقع، وغادي يتفاجئوا باللي حلموا بنفس الحلمه. لكن خرجوا بواحد الخلاصه، قالوا يمكن هاد الحلمه ماشي حلمه عاديه انما رؤيه، وهاد الرؤيه هي الخيط ديال هاد القضيه باش نحلوها. هنا غادي يمشيو نيشان عند الام في هذاك المنزل، عاودوا ليها الحلمه كامله وقالوا ليها ها باش حلمنا وها باش حلمنا. هنا الام جاوباتهم وقالت ليهم باللي يمكن هذاك الكهف اللي حلمتوا به راه هو الكهف نفسه فين لقاو الابن ديالي مليوح تماك. غادي يسولوها على هاد الكهف فين جا بالضبط، غادي تنعت ليهم وغادي تقول ليهم غادي تلقاو هذاك الكهف في البلاصه الفلانيه. وبالفعل غادي يمشيو الشيوخ بجوج لهذاك الكهف فين نعتات ليهم. في الحقيقه هنايا الشيخ الجريدي غادي يحس بالخوف وغادي يجي شويه الرعب، يعني ما قدرش يدخل لهذاك الكهف. لكن الشيخ البغدادي غادي يقول ليه باللي ما خاصك تخاف من حتى شي حاجه من غير الله عز وجل، وغادي يقول ليه باللي ضروري خاصهم يدخلوا لهذاك الكهف باش يلقاو الاجوبه ويلقاو الحل ديال هذاك المنزل المسكون. وقال ليه باللي الا دخلنا لهذا الكهف نقدروا نهنيو هذيك العائله من هذاك البلاء اللي عايشين فيه. لكن الخوت كان هذا هو اكبر خطا غادي يديروا في حياتهم، حيت هذيك الحلمه اللي حلموا بها وهذا الرؤيه اللي شافوا كانت فقط غير من الخبت ومن الاعمال ديال الجن والشياطين اللي بغاوهم يمشيو لتماك. يعني نقدروا نقولوا باللي الجن والشياطين هما اللي صيدوهم باش يديوهم لتماك ويديروا فيهم ما بغاو. غادي يوقفوا قدام هذاك الكهف، غادي يقولوا بسم الله توكلنا على الله، وغادي يدخلوا. غادي تمو داخلين وهازين في يديهم واحد المصباح يدوي. تمو غاديين داخلين وهذيك الطريق كانت خاوية ومظلمة، كانت مضيقة بزاف وكلها حجر. بقاو غاديين غاديين حتى ضربوا واحد المسافة اللي طويلة. غادي بقاو غاديين وسط هذاك الكهف حتى لواحد اللحظة غادي يبان لهم واحد الضوء مشعشع في الاخر ديال الطريق. كيعاود الشيخ الجريدي ملي وصلنا للاخر ديال الكهف غادي نخرجوا في واحد الصحراء اللي كبيرة وخالية. غادي نتفاجئوا باللي هذيك الساعة كان الليل، يعني احنا خلينا النهار لكن مورا هذاك الكهف ما خرجنا منه كان الليل. لكن الغريب في الامر هو من اللي درنا باش نشوفوا هذاك المخرج اللي خرجنا منه ديال الكهف
غادي نتفاجئوا باللي تدفن وسط الرملة. حاولنا نحفروا الرملة باش نعودوا نلقاوه، لكن والو بدون أي فائدة. وهنا عرفنا وتيقنا أن هادشي من عمل الجن، وتيقنا أن هاد السرداب أو هاد الكهف ما هو إلا مدخل العالم الجن. كانت هذيك الصحراء كبيره بزاف وما عرفنا اين الطريق غادي نشدو، لكن ملي بقينا كنشوفو مزيان وسرحنا النظر ديالنا غادي بانوا لينا واحد المنازل من الطين. وحده هذوك المنازل كانت كتبان لينا باللي كاينه شي عافيه تماك شاعله. اتجهنا لهذيك العافيه باش نشوفو شنو واقع تم. في الحقيقه هذيك العافيه وهذوك المنازل كانوا قراب لينا بزاف، لكن حنا كنتمشاو وهما كيزيدوا يبعدوا، يعني تمشينا واحد المسافه اللي طويله. حتى لواحد اللحظه شدنا التعب والارهاق، بقينا غاديين كنتمشاو وكنستغفر الله كنستغفر الله وكنذكر الله على اللسان ديالنا. حتى لواحد اللحظه قربنا اكثر لهذيك البلاصه، وهنا بدينا كنسمعوا في الصوت ديال المزامير وفي قرع الطبول. بدينا كنسمعوا في واحد الغنى اللي عمرنا ما سمعنا بحاله في حياتنا، وكأن الحيوانات كتغني. ملي وصلنا حدا هذيك العافيه لقينا واحد الناس اللي عورات كاملين كيشطحوا على هذيك العافيه، لكن اللي تار انتباه ديالنا هو الاقدام او الاثر ديال الاقدام ديالهم ما كيبانوش في الرمله، وحتى من الظل ديالهم اللي جاي من العافيه ما عندهمش ظل. وهنا تيقنا ان هذوك الناس ماشي ناس عاديين، انما جن. غادي تم جاي عندنا واحد من هذوك الناس، واحد الواحد اللي كان غريب والوجه ديالو قبيح والملامح ديالو في شي شكل وكانها محركه من بلاصتها. غادي يدوي معانا وغادي يقول لينا جلسوا. حنا ما نطقنا بحتى شي كلمه وجلسنا، لكن كيعاود الشيخ الجريدي في هذيك اللحظه اللي بغيت نجلس فيها بلا ما شعرت قلت بسم الله وجلست. وفي هذيك اللحظه اختفى كل شيء، حتى حاجه ما بقات تماك، بقيت غير انا والصديق ديالي. كاع هذوك المنازل وكاع هذيك العافيه وكاع هذوك الناس كل شيء اختفى، بقيت غير انا وياه في الخلاء. بقينا كنستغفر الله كنستغفر الله، وكلنا فينا واحد الخوف اللي شديد. واحد شويه بدينا كنسمعوا في واحد الصوت ديال واحد الدابه جايه عندنا من الوراء. ملي درنا باش نشوفوا هادشي اللي جاي عندنا لقيناه واحد الراجل اللي ضخم، الشكل ديالو مرعب. كان داير واحد التاج من الخشب ومرصع بالحشرات، كان راكب فوق واحد الجمل اللي اسود وحتى هو نيت اسود. غادي يدوي معنا هذاك الراجل بواحد الصوت اللي مرعب اللي زلزل الارض. قال لنا شنو اللي جابكم لهاد الارض ديال الجن؟ شنو جيتو ديروه هنايا؟ واش فراسكم باللي هاد الارض راها محضوره على الانسان؟ هنا عودنا ليه القصه ديالنا كامله وقلنا ليه شنو كاين وشنو كاين، وراه جينا من هذاك السرداب او هذاك الكهف، لكن ما بقيناش لقينا منين نرجعوا. زائد عاودوا ليه القصه ديال هذاك الدري مسكين اللي كاين في هذاك المنزل، الدري اللي مدير بالسلاسل اللي شاده مو بالسلاسل. عاودوا ليه القصه ديالو وقالوا ليه راه مسكون. غادي يجاوبهم هذاك الراجل وغادي يقول ليهم نتوما ما عندكم حتى شي دخل نهائيا في هذا الشيء اللي وقع، هذاك الدري هو اللي تعدى علينا وهو اللي جا لعندنا، وانتوما ما غاديش تدخلوا في هذا الشيء نهائيا، والا المصير ديالكم غادي يكون هو الموت. اما بالنسبه لهذاك المنزل اللي بقيتو كتقراو فيه القران هذه المده الطويله، غير كونوا هانين، فراه هذاك المنزل ديالنا حنا والملك ديالنا، وحنا ما هما الا امم امثالكم، فرجعوا ادراجكم تكونوا سالمين. الشيخ البغدادي غادي يقول ليه واخا حنا غادي نرجعوا، لكن ما قدرناش، فين كاين المدخل؟ في كاين هذاك المدخل مني غنرجعوا؟ غادي يجاوبهم هذاك الراجل اللي فوق هذاك الجمل الكحل وغادي يقول لهم رجعوا من هنايا راه غادي تلقاوه، لكن بشرط ما تدوروش وراكم، الا مشيتو حتى درت وراكم فراكم غادي تندموا. وبالفعل غادي تمو غاديين في النعت اللي عطاهم حتى غادي يلقاو هذاك الكهف منين جاو. غادي يدخل الشيخ البغدادي هو الاول وراه الشيخ الجريدي، وغادي تمو غاديين في الكهف منين جاو. هنا كيعاود الشيخ البغدادي باللي في واحد اللحظه سمع الشيخ الجريدي كيعيط على الاسم ديال الوالده ديالو، وكانه كيسمع فيها كتعيط ليه. من بعد غادي يسمع الصراخ ديالو، وفجاه ما غادي يبقى يسمع والو. هنا الشيخ البغدادي كيعاود لينا باللي بغيت في هذيك اللحظه ندور باش نشوف شنو واقع، خصوصا الصديق ديالو الجريدي كان كيسمعو كيدوي شويه، سمعو غوت شويه مابقى يسمع الصوت ديالو، يعني بغى يدور باش يشوف شنو واقع، لكن خاف انه يدور حيت قال يمكن هذا الشيء من عمل الجن. لكن في واحد اللحظه غادي يقرر انه يدور ويشوف شنو كاين، وبالفعل ملي دار ما غادي يلقى حتى شي حاجه وما غاديش يلقى الصديق ديالو. ملي خرج الشيخ البغدادي غادي يعاود للناس هذيك الواقعه اللي وقعات ويقول لهم ها شنو كاين وها شنو كاين. غادي يحاولوا الناس باش يدخلوا للكهف باش يقلبوا على الجثه ديال الشيخ الجريدي، لكن والو بدون اي فائده. ملي كانوا كيدخلوا وسط هذاك الكهف كيلقاوه مسدود وما عندوش هذاك المخرج ديال عالم الجن، والحل الوحيد الاخير اللي كان عندهم هو يسدوا هذاك الكهف ويمنعوا اي واحد يدخل ليه. هاد الواقعه او هاد الحادثه اللي طرات دارت بوم في تونس، وكاع الناس هذيك الوقيته
ولاو كيدويو عليها، وكلشي بقى فيه الشيخ الجريدي حيت حتى من الجثة ديالو كاع ما لقاوها غير باش يدفنوها ويكرموا الروح ديالو. كاع الناس غادي يتجمعوا غادي يتفقوا باش يهدموا هذيك الدار المسكونة، كلهم اتفقوا باش يهدموها ويبنيوا في بلاصتها مسجد ويسميوه بمسجد الإمام الجريدي. أما بالنسبة للأم والولاد ديالها فالمحسنين تعاونوا معاهم وشراو لهم واحد المنزل اللي بسيط باش يسكنوا فيه. أما بالنسبة للابن ديالها الكبير فبقات الحالة ديالو خايبة، وحتى شي واحد مقدر يدير ليه شي حل أو يهنيه من هذاك الشي اللي كان فيه. أما بالنسبة للشيخ البغدادي فهو كان في واحد الحالة ديال الصدمة اللي كبيرة بزاف، جاء واحد الحزن على فقدان الصديق ديالو وما بقاش قادر يخرج من المنزل ديالو، ونقدر نقوله أنه ما بقاش واحد الإنسان اللي عادي من بعد ما شاف هذاك الشي كامل. وللأسف مورا 3 أشهر على هذه الواقعة أو هذه الحادثة غادي يلقاو الشيخ البغدادي ميت في المنزل ديالو والنمل كياكل فيه. الصراحة الخوت مورا ما بحثت في هذه القصة مزيان، كاع الأحداث كتقول باللي حقيقية، بزاف الناس كيقولوا حقيقية وناس آخرين كيقولوا أنها ماشي حقيقية وغير مستوحاة من أحداث اللي حقيقية، لكن أنا شخصيا ما عرفتش فين غادي نحطها، واش في قصة حقيقية ولا قصة مستوحاة من أحداث حقيقية. ما كرهتكمش الخوت نتوما اللي تكتبوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، لكن الأهم في هادشي كامل هو أننا استمتعنا بالأحداث اللي فيها وخرجنا من هاد العالم اللي احنا فيه. يعني المهم في هادشي كامل الخوت هو نسافروا بالعقل ديالنا لواحد العالم آخر من غير هاد العالم اللي كنعيشو فيه. بلايك وشي تعليق زوين، بارطاجيو الحلقة مع صحابكم، ونتلاقاو إن شاء الله في الحلقة الجاية. كان معكم أمين مقيطي، تالله.